تبقي ما فهمتنيش يا داليا، تبقي ما فهمتنيش، علشان كده هتبقى مشكلتك انتي. رحيم، نفسي هفتني على كوباية شاي ميري، قلت اشربها معاك. ايه اللي جابك يا رحيم؟ اقول لك واحنا بنشرب الشاي، انت خلصت قصات الشقه دي ولا لسه؟ لو جاي عشان تعطل وقتي، باب الشقه لسه مفتوح، اطلع بره. ما تفهمنيش غلط، علشان افهمك صح. وعارف انك انت طول عمرك عادل ومالكش في الشمال. عايز يا رحيم؟ سبت الملف بتاعي ليه؟ وانت عرفت منين؟ داليا لما جات لك انت بنفسك قلت لها انك سبت الملف. معلومة زي دي ما تخرجش من عندك بالسهولة دي الا لو كان غرضك انها توصلني، مش كده برضه؟ هو ده اللي انت جاي عشانه؟ برضه ما جاوبتش على سؤالي. اسأل حبايبك في الوزارة. للأسف كل حبايبي اللي في الوزارة لسه ما خرجوش من السجون. حلو، انت بقى خرجت ليه؟ هتصدقني لو قلت لك ان انا ما اعرفش. مش على الكلام ده رحيم، صدقني انا جاي لك عشان افهم. انا اصلا مش فاهم حاجه. حلو، ما تجيب اللي عندك وانا احط اللي عندي ونفهم سوا. ما ينفعش، مش انا اللي احط ايده في ايد واحد زيك. يا احمد باشا افهمني، العقل بيقول ان انا وانت عمرنا ما نكون في صف واحد، واللي بيحصل من يوم خروجي من السجن لحد اللحظة اللي احنا فيها دي ملوش دعوة لا بعقل ولا بمنطق. علشان كده تعالى نقعد ونتكلم وتقول اللي عندك واقول اللي عندي، يمكن نفهم، ولما نفهم ارجعك السجن تاني. اهو مثلا. ايه؟ مش هنشرب الشاي بقى؟ عيني، انا عارفه ان هو زمانه شايط دلوقتي، بس انت لازم تهديه. فاهمه ان ده صعب، بس شغل شغل. اوكي يلا هكلمك تاني. باي باي. مشاكل في الشغل العادي. بقول لك ايه، انت كنت قايله ان انت بتاسسي مكتب لشركه اتصالات جديده في مصر، والشركه دي انا لما سالت عليها لقيتها قفلت، وانت عمرك ما كنت شغاله فيها. ده انت مذاكر قوي. اه، ما هو لازم اذاكر البلد اللي انا رايح فيها. معلوماتك صح. بص يا سيدي، انا عندي مكتب استشاري للهيومن ريسورسز. يعني ايه؟ يعني اي شركه عايزه تاسس او تفتح فرع جديد لشركتها، تمام، بتخاطب المكتب بتاعي، بيعمل لها هيكل اداري وبيعين لها الخبراء اللي هي عايزاهم في المجال اللي هي طالباه. والشركه اللي انا كنت شغاله فيها في المانيا بتعيد فتح فرعها هنا في مصر. بس هي دي كل حكايه. فهمت؟ فهمت. ما قلتيش صحيح، عملت ايه في السفارة؟ الفيزا طلعت. وتأكد. مبروك. معنى كده ان احنا في خلال يومين ثلاثة بالكتير قوي هنبقى في المانيا ان شاء الله. كويس. هو ايه ده اللي كويس؟ انا قلت انت هتبقى طاير من فرح ومبسوط اكتر من كده. انا مبسوط اهو. رحت فين؟ أنا لسه هروح. هتروح فين؟ هودع الناس اللي بحبهم. كل اللي أنت بتقوله ده يودي لسكة واحدة. اللي ورا خروجك من السجن هو اللي عايز يوصل لـ 700 مليون. أنت شايف لها معنى تاني غير كده؟ مش انت بتقول ما تعرفش حاجه عن الفلوس ولا تعرف هي فين؟ اه. انا مش مصدقك. طب انا لو بكذب هجيلك ليه؟ ما انا عارف انك انت سبت القضيه. هقول لك كل المعلومات دي ليه واكشف نفسي قدامك. ما كنت فضلت مخبيها اسهل بكتير من الكذب.
عشان انت متاكد ان انا هوصل لها كده كده. وبعدين ما تقنعنيش يعني ان واحد يعمل معاك كل ده لو ما كانش متاكد 100% انك انت اللي خدت الفلوس. ده عمل اللي اكتر من كده مع الثلاث محاسبين اللي كانوا شغالين معايا، وطلع في الاخر معهمش حاجه. مش انت اتاكدت بنفسك لما مشيت وراهم؟ ممكن تكون انت اللي عملت كده عشان تداري على موضوع السرقه. هقتل ثلاثة وانا جوه السجن؟ على الاقل كنت حميت اهلي وفلوسي بدل السرقه اللي حصلت فيهم. انا زرت يونس عبد الحميد في السجن. يا حبيب قلبي الملك، امانه تسلم لي عليه لو شفته تاني. كل الناس بتحبك يا رحيم. دي نعمه من عند ربنا. بس هو بيقول اللي عمل كده مش حد من زباينك له، ده حد وقعت المعلومه قدامه وعايز ياخد الفلوس لنفسه. والحد ده من عندكم؟ خدني على قد عقلي يا احمد بيه. واحد بيقول انه انتحر، والتاني خبطته عربيه، والتالت اختفى، وبعد ما اختفى لقوا في ايميلاته رسائل تهديد وورقه من الورق اللي اتسرق مني بعد ما اتسجنت. مين بقى اللي في ايده يحول جريمه قتل لحادثه انتحار؟ ومين كمان اللي في ايده يقبض عليا ويسجني في عز الوقت اللي سجون البلد فيه كانت مفتوحه على البحر؟ يوم ما اخرج تيجي لي رسائل تهديد على موبايلي كانها كانت خطه مرسومه من قبل ما اخرج. وانت جاي لنا بقى عشان ادورك على الحد ده عندنا؟ انت ايه رايك؟ رايي انك جاي لي عشان تلهيني وانزل من على دماغك بعد كبسه السلاح. طول ما انت شايفني وحش كده يا احمد باشا عمرنا ما هنتقدم خطوه لقدام. عايزني اشوفك ازاي يا رحيم؟ انت راجل حرامي، سرقت فلوس البلد وهربتها بره. يا باشا انا كنت بنفذ طلبات اصحاب البلد. اصحاب البلد دول مين؟ اصحاب البلد هم اللي عايشين هنا وشقيوا وتعبوا وفي الاخر اتسرقوا. ويا باشا هم الناس اللي بيحكمونا دول جايين من ايه؟ نزلين علينا من السما؟ ما هم من الناس دي. يا باشا حوار غسيل الاموال ده موجود في العالم كله. عندك امريكا مثلا يوم ما احتلت العراق لقيت نفسها قدام فلوس متلتله وذهب وبترول، فحبت بقى انها تدخل الثروه دي جوه اقتصادها. بس ما ينفعش انها تاخد الحاجه دي وتحطها عندها كده على طول من غير لائحه ولا دستور. لازم الكلام ده يتم بشكل رسمي. هم عملت ايه؟ قالت لك اعمل اعمار العراق وانشر الديمقراطيه فيها، فجابت مستثمرين ورجال اعمال، والناس دي جابت مستشارين، والمستشارين دول جابوا خبراء شكلوا لجان، واللجان دي جابت خبراء، ومن هنا الفلوس اتغسلت والكل اتحيد. ومعلومه يا باشا، لما تلاقي شغلانه كتروا فيها المستشارين والخبراء اعرف على طول ان فيها غسيل اموال. الفرق بيني وبين امريكا ايه بقى؟ ان انا ما كنتش بشتغل رسمي عشان كده دخلت السجن. الله، وهتدخل السجن بس اصبر. واضح يا معالي الباشا انك انت بتكرهني. بيقولوا ان المشاعر لما بتخش جوه الشغل بتبوظه، وخصوصا شغلنا. شغلنا؟ اه شغلنا. ما انا وانت بنشتغل في نفس السوق. احنا بنكمل بعض يا باشا. انت من غيري مش هتلاقي شغل، وانا من غيرك هشتغل احسن صراحه. موضوع ماجد ده خلصان، مفيش فيه أي مشكلة. المشكلة دلوقتي في رحيم، تقريبا كده عرف كل حاجة. من الآخر أنا زهقت من الموضوع ده وعايزه يخلص خالص نهائي. ما أنا هذا أهو.